بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عملية عسكرية خاصة تنفيذها في إقليم دوبانس شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك، وفي ظل تصاعد التوتر بشكل خطير بعد بدء الهجوم الروسي، أحببت أن أقدم لكم مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني وفقاً لموقع جلوبال فاير باور المختص برصد القدرات العسكرية للدول، ويتضمن ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية وعدد المطارات الصالحة للاستخدام. يبلغ عدد سكان روسيا الاتحادية قرابة 142 مليون نسمة، بينهم 69 مليونا كقوة بشرية متاحة، وتعداد جنود الجيش الروسي في الخدمة يقرب من 850 ألف جندي، إضافة إلى 250 ألف جندي في قوات الاحتياط، فيما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4173 طائرة حربية، بينها 772 مقاتلة و739 طائرة هجومية. كما يمتلك الجيش الروسي 1543 مروحية عسكرية، منها 538 مروحية هجومية. وعلى صعيد الدبابات، يمتلك الجيش الروسي ما يقارب 12500 دبابة حربية، حيث يتفوق هنا بشكل كبير على نظيره الأوكراني. كما تمتلك روسيا أكثر من 30000 مدرعة. ومن ناحية عدد المدافع، يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6574 مدفعاً ذاتي الحركة، وقرابة 7571 مدفعاً ميدانياً، وزهاء 4000 راجمة صواريخ، في تفوق واضح على أوكرانيا أيضاً في هذا الجانب. ومن ناحية القوة البحرية، يتكون الأسطول الروسي من 600 قطعة بحرية، منها حاملة طائرات وحيدة، ويمتلك الجيش الروسي 70 غواصة وخمسة عشر مدمرة وثمانية وأربعين كاسحة ألغام. وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الروسي أكثر من 154 مليار دولار أمريكي. أما عن الجيش الأوكراني، يبلغ عدد سكان أوكرانيا ما يقارب 43 مليون نسمة، بينهم 22 مليونا كقوة بشرية متاحة، في حين يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 200 ألف جندي فقط، منهم 250 ألف جندي في قوات الاحتياط. ومن ناحية القوة الجوية، يمتلك الجيش الأوكراني 318 طائرة حربية فقط، بينها 69 مقاتلة و29 طائرة هجومية و32 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 71 طائرة تدريب و112 مروحية عسكرية، في تأخر كبير وواضح عن نظيره الروسي في هذا الجانب. ولدى الجيش الأوكراني أكثر من 2600 دبابة و12300 مدرعة، ولديه أكثر من 1000 مدفع ذاتي الحركة، وأكثر من 2000 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 490 راجمة صواريخ. وعلى صعيد القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأوكراني 38 قطعة بحرية فقط، في تأخر كبير أيضا في هذا الجانب عن نظيره الروسي. وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الأوكراني أكثر من 12 مليار دولار أمريكي.